بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا رسول الله قناة يسر الرحمن الرحيم. اليوم راح نقراو لانتر بار في من لا فورماسيون سيمينار لو اسيس الجيريان بالدارجة من قناة يسر الرحمن الرحيم. بون، في الفيديوهات اللي فاتوا تما هذا رابان صغير برك في البلوطا تاع لانتربريتاسيون، قرينا لو كاليتي، قرينا الفريكونس، من الفريكونس قرينا لو ريتم، من لو ريتم قرينا لاكس إلكتريك دو كور، ومن لاكس إلكتريك قرينا لون دو بي إلي باثولوجي تاع لون دو بي. ودوكا رانا هنا 5 لانتربار بي ار لي يوافقو من اللي هو 4 لسباس بي ار. كيف كيف دوك تعرفو شو الفرق بين كلمة إسباس و لانتربار، وكاين ثاني كلمة اسمها لو ساكمون بي ار. بون، قبل ما نبداو لون دو بي لانتربار تاعنا بي ار، ندير مقدمة صغيرة برك. واش قلنا أول حاجة؟ قلنا لا ديبولاريزاسيون تاع لوني سينو اوريكولار قلنا هنا برك لا بروميير اون ديتيكتابل فلا ابارتيان كون ان فلي سوبروباك ابارتي لو نو سينيزال بوغ لا ديبولاريزاسيون تاع لي زوراي تاعنا، قلنا هي لوريجين تاع لون دو بي. تسمى لان فلي الكتريك كي يجي من لو نو سينيزال يتخلق في لو نو سينيزال يروح لي دو زوغيي تاعنا يعطينا لون دو بي. بعدا لانفلي الكتريك هذا من كي يكمل من لي زوريي تاعنا وانا نروح هاي ابري افوار باركورير لي زوراي، لانفلي الكتريك اتان لو نوي اوريكولو فونتريكولار. دوكا بعد ما الطاقه الكهربائيه تاعنا تجي من لو سينيزال تروح لي دو زوريي تاعنا، بعدا تروح وين تروح؟ لانفلي الكتريك يجي حاجه اسمها لو نوي اوريكولو فونتريكولار لي مختصر تاعو لي هو افي، وهو لوكاليزي دون لا بارتي انفيريير دو لوريي دروا. ها هنا عطاك البلاصه نتاعو، قالك لو نوي اوريكولو فونتريكولار اي نورمالمون لا سول فوا بار لوكال ان انفلي الكتريك بو اتان دي فونتريكيل. تسمى باش الانفلي تاعنا الكتريك تاعنا من لو نوي سينيزال باش يروح للفونتريكيل تاعنا لازم يفوت على لو نوي اوريكولو فونتريكولار، باش يفوت لو نوي اوريكولو فونتريكولار باش يروح لي فونتريكولار تاعنا باش يدير لهم لا ديبولاريزاسيون. هكذا كملوا. بون، كملوا هنا واش يقولنا؟ ها لاكتيفاسيون تاع لو نوي اوريكولو فونتريكولار قالك نو برودوي با ان اوند ايدونتيفيابل سور لو سيجي تاعنا. تسمى في السيجي تاعنا ما نسجلو حتى اوند ولا ديفيكسيون سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف، حنا نسجلو خط. الخط هذا واسمو نكملوا ال كونتريبي ا لانترفال دو طون اونتر لوند دو بي اي لوند سويفون اللي هي تاع لو كومبلكس كي ار اس. قالك سو فينومين سيرفيان دو في دان روتار دو كونديكسيون. قالك كي تجي الطاقة الكهربائية في لوني اوريكولو فونتريكولار راح تصرانا حاجة وتسمها ان روتار دو كونديكسيون. تسمى واش سيتادير واش كاين؟ اول حاجة ما نسجلو والو، ها ان اوند با ان اوند ايدونتيفيابل سور لو سيجي. تسمى الطاقة الكهربائية تاعنا كي تكون في لوني سينيزال تروح للزوغية تاعنا تسجل لون دو بي، بعدا كي تكمل لا ديبولاريزاسيون تاع لي زوغية تاعنا لي دو اوغيي تاعنا تروح الطاقة الكهربائية تاعنا تروح لوني اوريكولو فونتريكولار. لوني اوريكولو فونتريكولار راح تصرا دو فينومان. الفينومان الاولى في لو سي جي ما نسجلو والو، ما نسجلو لا اوند بوزيتيف لا اوند نيجاتيف، راح نسجلو خط مستقيم. هذا ما كان اسمو انترفال ايزو الكتريك يكون صفر فولت تاعو. هذه الاولى. الثانيه واش قالك؟ قالك عندنا الروتار دو كونديكسيون. تسمى الوظيفه تاع لوني اوريكولو فونتريكولار هذا يحكم لنا الطاقه الكهربائيه شوي، فهمتوا؟ ما يخليهاش تعبر لي فونتريكول تاع لي فيسو دو هيس كوش اي دروات، ما يخليهاش. تسمى كي تجي الطاقه الكهربائيه يحكمها ياخرها مقدار من الزمن. هذو هما لي دو فينومان. نكملوا. قالك سو كومبون الميكانيزم بينيفيسي اون امباش، ها اون امباش لي زانفلي اوريكولار رابيد دو سو بروباك او لي فونتريكولار دو لا ميم فريكونس. نجي هنا لا فيزيو نشرح حاجه برك على واش ياخرنا الطاقه الكهربائيه. اعمالك في القلب كي تصرى لا ديبولاريزاسيون تاع لي دو زوغاي تاعنا يصرى لهم انقباض. واش معناته؟ تسمى كي ينقبضوا راهم يخرجوا لنا الدم من لي زوغاي تاعنا يمدوهم لي فونتريكيل. في ميم طون اي تفوت الطاقه الكهربائيه تروح لي زوغاي لوني اوريكولو فونتريكولار، ياخر الطاقه الكهربائيه باش لي فونتريكولار تاعنا يبقاو
يبقاو على الحاله الطبيعيه تاعهم باش يخليو الدم يتعمر. عماك لو كان يفوت الطاقه الكهربائيه لو كانت تفوت مباشره ما يكونش التاخير هذا راح ينقبضوا. واش معناته لي دو اوريه تاعنا راح يمدوا الدم لي فونتريكيل او لو ميم طون لو فونتريكيل تاعنا لي دو فونتريكيل تاعنا راح ينقبضوا ويمدوا لو سون بار لا اورت ولا ما عليش انا فهمت. تما تحت صرا مشكل. ولهذا كاين هذه لا فيزيو لا فيزيو لا فيزيولوجي لا روتار دو كونديكسيون لي يديروا لنا لوريات لو ني اوريكيلو فونتريكولار على جال الدم. الدم كي تصرا ان اون دو بي يصرا انقباض تاع لي دو اوريات تاعنا يمدو الدم لي فونتريكيل. لي دو فونتريكيل لازم يبقاو في حالة راحة هكذا في حالة راحة يكونوا مستقربين ما تصرهمش دي بولاريزاسيون. لازم يبقاو هكاك باش يتعمروا بالدم. من بعد كي يتعمروا بالدم واش يصرالهم؟ تفوت الطاقة الكهربائية ليهم واش يديروا؟ يعاودوا ينقبضوا يمدوا وخاصة الفونتريكيل كوش يمد الدم لا اورت هكذا وتستمر هذه هي. تما هذا هو السبب تاع التأخير لا روتار دو كونديكسيون. نكملو يقولك لو طون كو مات لون تاع دي بولاريزاسيون بور ترافاي لي زوريات اي لو نو اوريكيلو فونتريكولار دو سون اوريجين دون لو نو سينيزال جوسكا لا ميسكول فونتريكولار اي ابلي لانترفال بي ار. هذه هي دوكا لانترفال بي ار هو لانف الالكتريك تاعنا كي يروح لانف الالكتريك تاعنا يروح لو نو اوريكيلو فونتريكولار نسجلو لا روتار دو كونديكسيون. في لو سيجي تاعنا نسجلو حاجة نسجلو مكانش انون نسجلو خط اسمو لانترفال بي ار. لانترفال بي ار هذا ميزيري بار لو ديبي دو نون دو بي باش نحسبوه. يقولك لانترفال بي ار هذا راهو يبدا من بداية لون دو بي او لو ديبي دو لون دو ار. لون دو ار هنا يقصد بها لو كومبلكس كي راس اكل سيتادير كا لون دو كا منين تبدا لون دو كابر هو يقولك اختصار لون دو ار. عماك لو كومبلكس كي راس لون دو كا راهي مهملة حتى تسمية اخرى ما يسميوهاش طول باش نتفاهمو. ها كيما انا لون داك من كا ار اس الى اخره. قالك لا تيوري اي نورمالمون كومبري اونتر 2.12 اي 2.12 واش معناتها؟ معناتها 3 بوتي كاري هذه هي ولا 2.20 ثانية اللي هي تقريبنا 5 بوتي كاري. قالك ها اونتر 3 اي 5 بوتي كاري سور لو بابي تاع انريجستريمون تاع لو سيجي تاعنا. دوك نشوفو لا فيغور تاعنا. هاي لا فيغور تاعنا واش يقول؟ يقولك هنا ها من المن هذا هو الانترفال بي ار من بداية لون دو بي حتى لبداية لو كومبلكس كي راس اللي هو تبدا كا ويسميوه اختصارا لون دو ار كيف كيف ها. والفالور تاعو نورمال اللي هو 0.16 سيكوند. من هنا برك من الفالور هذا تاعو نورمال نستنتجو لي باثولوجي. كي يكون صغير عندنا باثولوجي معين وكي يكون كبير عندنا باثولوجي معين. بعدا نتعرف على الفيديوهات الجايين. ها مهمه الانترفال بي ار تاعنا ها هاو هنا في الرسم هذا اللي رسمونا هنا من بداية لون دو بي كيما راكم تشوفو حتى البداية لو كومبلكس كي راس. تما هذا هو اسمو الانترفال بي ار. هانا فيكي تاعنا نقولك الانترفال بي ار بون كلي الانترفال بي ار نورمال لا دوري تاعو بين 0.12 ثانية حتى 0.20 ثانية. هذا مكان كملو بون. هنا عندنا بعض الصور بركا لو كومبلكس تاعنا. قلنا الانترفال بي ار تاعنا حذر يا رانا الانترفال ماشي لو ساكمون. لو ساكمون لازم يكون ايزو اليكتريك هنا من لا فان تاع لون دو بي حتى لو ديبي تاع لو كومبلكس كي راس منا. هذا اسمو لو ساكمون. هذا برك من لا سوري برك بصح الانترفال فيه موجه موجبه وموجه سالبه. المهم لو ساكمون فيه لا موجه موجبه لا سالبه. هذا هو لو ساكمون. بين الفرق بين لو ساكمون والانترفال حنا كنا نقراو غير الانترفال. الانترفال اللي هو من لو ديبي تاع لون دو بي حتى لو ديبي تاع لون تاع لو كي راس تاعنا اللي هي كا. لا ديري تاع نورمال من 0.2 حتى 0.20 ثاني. هنا المثال هذا تاع الرسم عطانا او سي جي واحد او سي جي وجبدنا الانترفال اي باش نقراها كيما انا وانا دايره بتشيني مستطيل. هذا بدا يقرا هكا حسب من لو دي بي تاع لون دو بي حتى لو دي بي تاع لو كومبلكس كياش واش لقى 101 ملي ثانيه اللي هي 0.11 ثانيه. واش قالت الانترفال بي ار هنا راهو اقل من 120 ملي ثانية اللي هي 0.12 ثانية. قالك ومنه لكم راهو كورت. تسمى هنا كاينة انومالي بعدا نتعرفو عليه. تسمى هذا مثال باش بعدا نديك شغل نديكم انتروديكسيون ديالي. كملو هذا رسم اخر باش يبين. ها هنا لو ساكمون ها
باش نفرقوا بين كلمة انترفال و سيغمون. قربوا تاعنا ها عندك هنا ها لو سيغمون. لو سيغمون تكون فيه غير موجة، تكون فيه غير خط، ما كانش فيه موجة موجبة ولا سالبة. هذا هو الفرق بين لو سيغمون و الانترفال. الانترفال يكون فيه الموجة السالبة والموجبة ولا ايزو الكتريك، بصح لو سيغمون يبقى ايزو الكتريك. كيما هنا عندنا لو سيغمون بي ار وعندنا لو سيغمون اس تي، هذا ما كان. ولا الانترفال عندنا الانترفال بي ار وعندنا الانترفال اس تي وعندنا الانترفال كي تي وعندنا الانترفال دو كيراس، كل مرة كيفاه. المهم الانترفال تعريف بسيط، الانترفال هو فيه موجات موجبة وموجات سالبة، ولا فيه موجة موجبة. مهم موجة موجبة وحدة تقدر تكون مهمة اوند، ماهيش انترفال. المهم انترفال تكون من موجات موجبة ولا سالبة ولا مع بعض الى اخره. كيما هنا لو كومبلكس كيراس كاينة سالبة اللي هي ك بعد ار موجبة بعد اس راهي سالبة، وسميناه الانترفال كيراس عادي، ولا لو كومبلكس كيراس عادي. المهم فرق بين كلمة انترفال وساغمون. ساغمون كاين فرد قطعة اللي هي تبقى ديما ايزو الكتريك، خط مستقيم. عندنا جوج برك لو سيجي تاعنا، ساغمون اس تي بعدا نقراو، وعندنا لو ساغمون بي ار. والانترفال عندنا بزاف. المهم الانترفال تكون فيه موش ما يبقاش خط، تكون عنده موجة موجبة وحاجة، يكون خط ولا موجة سالبة وحاجة اكسترا اكسترا. بون الفيديو 11 دقيقة، نكملو ان شاء الله في البارتي الثانية تاع الانترفال بي ار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا كان اي خطأ في الفيديو فانا جو تعليق وان شاء الله نجاوبكم. اذا ما كان ما عندك اي حاجة زيد اهبط التعليقات، شوف اذا كان سؤال وانا ما كنتش غايب وانت فاهم جاوب في بلاصتي عادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشوف نطلق راس باش تشوفو مليح. هاو عندنا هذا الفوقاني طور اللي هو اسمو الانترفال ار ار. المهم اني معتهم كاكم شتو الفوق طور الانترفال ار ار اكسترا اكسترا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.